مقابلة نعرفوها مقابلة صعيبة، معنا كنا محضرين شيء هذا تقريب المدرب متاعنا اتخذ معنا طريقة وانه يدافع في الخطوط القدامية متاع الرجاء، كان ضغط عالي على لاعبين الرجاء خاصة في ما خليناهمش يطلعوا الكرة بمرتاح. مالوريزمون ما ماركيناش في أول مباراة، تحدينا ثلاثة ولا أربع فرص، تضيع الفرص لازم تقبل هدف، قبلنا هدف بعد تقريبا بلوز وموا تحكمت الرجاء في المقابلة، ولكن الحمد لله معناها خرجنا تقريبا هدف يرضينا احنا، معناها باش نروحوا للمستير إن شاء الله، إن شاء الله نتحكموا في مباراة العودة وإن شاء الله ننتصروا إن شاء الله. اليوم مستير برجالها كيما فوز بنزرتي كيما العديد من الأخيان اللي من مختلف مواقعهم قاعدين يعاونوا. دونك اليوم ان شاء الله مباراة الجايه في المستير نكونوا ان شاء الله نكسبوا فيها الترشح نتاعنا ان شاء الله. الرجاء ما تستحقش مدرب باش يعطيك، الرجاء تفرج لها في ماتش ولا اثنين، فريق نعرفوه عنده 6 سنوات يلعب مع بعض تقريب، تشوفوا عندهم حتى اللي باس تتقالب لغه الكره سون دو باس افيغل يعطيهم من غير ما يخمم في صاحبهم باش يتوجد. دونك هذا الكل كيك يتفرج على مقابله الرجاء الزمالك سيرتو الشوط الثاني، تعرف قوه الرجاء فين في الخط الامامي، نعرفوا اللاعبين نتاعها وحارس المرمى نتاعها كانوا في الشان ومن احسن اللاعبين. دونك كنا محضرين وكنا قارين كل كبيره وصغيره، نعرفوا اللي مباراه المستير هي باش تكون فاصل منذ ما تحولنا للمغرب.